اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي واهم وابرز الكواليس والاخبار على السوشيال ميديا. وابتدي بحساب بطولات على تويتر وبيتكلموا على ان في تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر في الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا وصل يوم الاربعاء الماضي من رحله العلاجيه في فرنسا امتدت لحوالي شهر ونص. وفيما يتعلق باجتماع مع كولر لحد دلوقتي مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي بخصوص هذا الاجتماع، لكن المؤكد اللي اقدر اقوله لكم ان في الايام دي في اجتماع فعلا ما بين الكابتن محمود الخطيب وكولر ليعني الحديث عن بعض الملفات اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم والاستقرار على بعض القرارات الخاصه بالفرقه. فخلينا نترقب وننتظر، لحد دلوقتي مفيش حاجه، يعني لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. هم هنا بيتكلموا اصلا الصفقات وطلبات كولر وكلام من كل ده طبيعي هيتم التطرق ليه، يعني ده طبيعي جدا. تمام؟ سواء بقى تم او ما تمش احنا دايما بنتكلم هنا في الاطار الرسمي مع حضراتكم. فلحد دلوقتي النادي الاهلي ما اعلنش سواء من خلال قناته او من خلال موقعه الرسمي عن اي شيء يخص هذا الجانب تحديدا يعني. طيب خلينا نخش على خبر اخر. واليوم السابع وحسابه على تويتر بيقول كولر يبحث مع معاونيه ثنائيه وسط الاهلي امام المقاولون بالكاس. الموضوع مش محتاج يعني القصه الحمد لله بسيطه، اللعيبه جاهزه، عندك سوليه وديانج موجود، حمدي ان شاء الله ممكن يكون جاهز، في اكتر من لاعب كمان في المكان ده، عندك محمد فخري بيلعب في المكان ده، عندك لعيب بيتم تجهيزه واتكلمت عنه اكتر من مره هو احمد اشرف لاعب النادي الاهلي الشاب اللي بيتمرن مع الفرقه. فما تقلقوش خالص يا جماعه، الامور ماشيه بالشكل الجيد رغم بعض الاصابات يعني. طيب نروح لكره بلس وبيقولوا اتحاد الكره يعلن اقامه مباريات دور الثمانيه بكاس مصر بدون جماهير يعني. ده قرار الاتحاد، انا بصراحه مش عارف بالظبط الاسباب ايه. يعني انا مش عارف يعني ايه السبب في ان الماتشات تبقى من غير جماهير، ممكن عشان البطوله كانت ابتدت قبل كده من غير جمهور فبالتالي لازم تكمل للاخر بدون جماهير رغم ان بطوله الدوري ماشيه بشكل كويس باعداد يعني محدوده، لكن في كل الاحوال ده قرار اتحاد الكره. طيب نروح كمان لخبر اخر من كره 11 وبيتكلموا احسبوا على تويتر على ان في جوانب هتزيد بشكل كبير. الاهلي بقياده الخطيب يسير على نهج الانديه العالميه وينعش خزائنه بالمليارات خلال موسمين فقط في نقله خرافيه غير مسبوقه. طيب هم هنا بيتكلموا على ايه؟ وانا احب قوي الحاجات او الاخبار اللي زي دي اللي يعني ايه اللي بيحاولوا من خلالها ان هم يتكلموا على جوانب تقترب بشكل كبير جدا من الواقع. ما فيهاش استنتاج. حلو؟ ما فيهاش استنتاج. فقال لك النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في طريقه لانتعاشه ماليه تاريخيه، هم بيتطرقوا لحاجتين، اول حاجه فرع الاهلي في التجمع الخامس، ان الفرع ده هيجيب يعني مداخيل ماديه بشكل كبير قوي للنادي الاهلي هتصل لحوالي 4.5 مليار جنيه خلال عام او اتنين. تمام؟ لو انت بعت قالوا ان فرع التجمع الخامس بنادي الاهلي تم بيع 4500 عضويه والنادي يريد 20000 عضويه للفرع، فبعد افتتاح التجمع ستزيد العضويات بشكل كبير وده متوقع طبعا بنسبه كبيره جدا وتصل ايراداته الى 5 مليار جنيه. انتوا متخيلين الرقم مع الحصول على 6.5 مليار جنيه من شركه بغض النظر على الاسماء يا جماعه، الشركه اللي هي هتحصل على حقوق تسميه استاد النادي الاهلي. ده برضو كلام سابق لاوانه في انتظار يعني الجانب الرسمي يعني، بس اطمنوا يعني اطمنوا بشكل كبير لان الملف ده اولويه عند الكابتن محمود الخطيب نفسه. ملف استاد الاهلي ده اولويه وفي خطوات مبدئيه عند الكابتن محمود الخطيب بنفسه في انتظار العقود وكلام اللي زي ده. فخلينا بس ايه نستنى الرسم يعني، لكن الاهلي ماشي بخطه مستقبليه مميزه، ده مؤكد، ده مؤكد، اطمن تماما يعني. فده بخصوص الخبر بتاع كوره 11 ودي ابرز يعني الكواليس اللي في النادي الاهلي واللي على السوشيال ميديا بالتحديد. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. استنوا